السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أوجه تحية من القلب إلى متابعيني الأعزاء في السعودية وفي المغرب والإمارات والكويت، وأقول حياكم الله وبياكم، وهذا يزيدني شرف واعتزاز أنكم تتابعون فيديوهاتي وما أنشر وأرفع على اليوتيوب. وأقول لكم أبشركم إذا عندكم أي أصدقاء هنا في ماليزيا، سواء يعني للدراسة أو للعمل مقيمين هنا في ماليزيا، فزين لو تخبرونهم يشتركوا في مسابقة الركلات الحرة، في مسابقة الركلات الحرة اللي أخوكم أحمد مسوينها هنا في ماليزيا. بارك الله فيكم. وطبعا يهمني كثيرا دعمكم وتشجيعكم واقتراحاتكم ونصائحكم التي تقدمونها لي، بارك الله فيكم. طبعا نحن كل فيديو نرفعه على اليوتيوب نخلي فيه سحبة أو قرعة هكذا. الحين يعني بدينا مع تجهيزات رياضية، أعزكم الله، أحذية، كرة قدم، ملاعب سواء فوتسال أو ملاعب عشب، تجهيزات رياضية أخرى. فما بالضرورة يعني المشترك يجي يشارك ويركل الكرات أو يشارك في مسابقة، فقط يسجل يعني فقط يشترك في القناة، يتابع القناة، يضغط على السبسكرايب، وزين لو تدعمونا باللايك، لايك ديسلايك يعني على كيفكم. لا إن شاء الله، إن شاء الله يعني ما نشوف منكم غير اللايكات، ما في ديسلايك بإذن الله تعالى. وتعليقاتكم طبعا في التعليقات، لو بس واحد يذكر اسمه حتى يدخل اسمه في السحبة في القرعة، بارك الله فيكم. يعني ما بالضرورة أنك تجي وتسدد يعني تشارك في المسابقة. أما إذا عندكم أصدقاء هنا مقيمين في ماليزيا سواء للدراسة أو للعمل مثل ما خبرتكم قبل شوي، زين تخبروهم يجون يشاركون في هذا التحدي أو في هذا المسابقة. وأنا أخوكم حارس مرمى قديم يعني ما أمدح نفسي، وأتحدى يعني أتحدى أي لاعب في العالم أن يسجل علي من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ما استخدم جدار صد، حائط صد بشري، يعني لوجه لوجه هكذا انا اقف مع اللاعب سواء محترف او لاعب عادي. بعد بارك الله فيكم، استقبل تحدياتكم وانتظر الشباب يجوني وانتظر دعمكم، واكرر شكري وتقديري لاعزاء الكرام متابعيني في المملكة العربية السعودية، في الامارات الحبيبة، في الكويت الغالي، في المغرب العزيز الحبيب علينا، بارك الله فيكم. وإن شاء الله باقي الدول أيضا العربية كلها تتابعني إن شاء الله، وشوي شوي القناة بإذن الله تعالى تزدهر، وأرفع فيديوهات جديدة وأسوي أفكار جديدة وأكثر تعجبكم بإذن الله تعالى. متواصلين، وأشكركم، ونلتقي إن شاء الله على طاعة الله وحبه. السلام عليكم.